نظمت وزارة الثقافة والرياضة والشباب ممثلة بالمنتدى الأدبي الندوة العلمية قراءات في فكر العلامة أبي محمد عبد الله بن محمد الأزدي الصحاري. تضمنت الندوة 8 أوراق عمل تناولت سيرة وحياة العلامة أبي محمد الأزدي من حيث النشأة والتكوين العلمي ومكانة كتاب الماء في التراث الطبي العماني، إضافة إلى الرؤى النحوية والصرفية والصوتية في كتاب الماء، وصولا إلى إسهامات كتاب الماء في توليد وتطوير المصطلحات العلمية في اللغة العربية. ويعد الطبيب الأزدي الصحاري هو من وضع أول معجم طبي لغوي في تاريخ البشرية كتاب الماء. وقيمت الندوة تحت رعاية سعادة المهندس إبراهيم بن سعيد الخروصي وكيل وزارة التراث والسياحة للتراث.